السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لو سألتك ما هو أكبر عضو في جسدك؟ الكبد؟ الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، لذلك أيها الجميل يجب أن تعرف أكثر عن هذا العضو. وخاف منه أيضا لأنه سيشهد عليك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يا رب أشهدهم علينا بالخير. المهم، لماذا بشرتك ليست نقية؟ ستفكر معي اليوم بهذا الموضوع كطبيب بإذن الله. أنت تعرف أن الأمر الذي يجعل بشرتك رطبة هي الغدة الدهنية الموجودة في الجلد، هذه الغدة التي تراها على الشاشة. هذه الغدة تفرز مادة تسمى سيبوم أو الزهم، والذي بطبيعة الحال يخرج للجلد والشعر ليبقيه رطب ويحميه من الجفاف. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن الشعر أو الجلد إذا جف يموت، وكردة فعل للجسم وقتها ستصاب بحكة شديدة تصل إلى أن ينزف جلدك. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، لذلك تفرز هذه الغدة مادة الزهم لتحافظ على رطوبة الجلد. جميل. ولكن يفرز الجسم مع مادة الزهم الخلايا الميتة التي يريد أن يتخلص منها، يعني كنوع من طرق الجسم في التخلص من الخلايا الميتة. هذا الأمر مع زيادة إفراز الزهم ووجود الخلايا الميتة تغلق المسامة، ومع وجود البكتيريا على الوجه يحدث التهاب في المسامة المغلقة كما تلاحظ، وبالتالي ظهور حبة على وجهك مؤلمة مع الأسف. يعني إلى الآن أنت تعرف كيف تظهر الحبوب على البشرة، أحسنت. طبعا مكان الانسداد يحدد نوعية البثور، مثلا نوع سيست، هذه بثور تكون مليئة بالقيح ومؤلمة وتتعمق في الجلد. وأنواع كثيرة من الحبوب التي تظهر على الوجه والظهر أكثر شيء، لأن هذه مناطق مليئة بالغدد الدهنية. حاب أكلمك شوي عن البكتيريا الموجودة على وجهك. مسكينة هذه البكتيريا، اسمها فلورا. هذه البكتيريا جيدة وحميدة مع أنها تسبب ظهور الحب لديك، ولكن وجودها يحميك من أمراض خطيرة جدا. أنا بحزن عليها الصراحة، لأنه يعني بعد الوباء أصبحت الناس تعقم نفسها 1000 مرة في اليوم، وهذا قتلها وفتح باب للكثير من الأمراض. محزن صحيح. طيب لو سألتك كيف نعالج حب الشباب؟ أجبني: نقتل البكتيريا وبالتالي لن يصبح التهاب ولن تتكون الحبة. هذا الكلام منطقي، فمن طرق معالجة حب الشباب هو إعطاء دواء يقتل البكتيريا، وبالتالي يقلل حب الشباب، وهذا ما يحدث بالفعل عندما نعطي المريض مضاد حيوي. ولكن مع الأسف في الدول العربية بالتحديد يتم وصف المضاد الحيوي بدون حساب، وبالتالي هذا الأمر جعل البكتيريا مقاومة أكثر، وبالتالي أصبح الأمر سيء بالنسبة للمريض، لأن المضاد الحيوي يقتل البكتيريا الجيدة والضارة معا، فهو خيار غير مرجح، يعني فكر بغيره. اقتل الغدد الدهنية وبالتالي لن تفرز الزهم ولن يحدث انسداد في المسامة من الأساس. مش هطلع صراحة كلامك منطقي ولكن ليس علمي، لأن الغدة ليست وظيفتها فقط إفراز الزهم وترطيب البشرة، لديها مهام كثيرة، مثلا تنظيم حرارة الجسم. قبل أن نكمل هذه الحلقة، برعاية شركة capital.com، هي عبارة عن منصة تداول عبر الإنترنت تتيح لك الوصول إلى أكثر من 3000 سوق، يمكن تداول في معظم أسواق العالم والأسهم الشركات التي تحبها مثل تسلا وأبل، كما يمكنك تداول السلع مثل النفط والذهب والفضة. الشيء الجميل في capital.com هو أنهم لا يتقاضون أي عمولة ولا توجد أي تكاليف خفية، يتم تنفيذ الأوامر بسرعة كبيرة في مستوى عالي من الخصوصية والأمان. إذا كنت جديد في التداول وليس لديك خبرة، لديهم برنامج تدريبي. أفضل شيء أنه يمكنك البدء بحساب تجريبي لتفهم كيفية العمل وتفهم جميع الميزات، ولكن من فضلك دائما تداول بحكمة، وبمجرد حصولك على الخبرة ابدأ بالتداول بأموال حقيقية. إذا كنت مهتم ولا تعرف من أين تبدأ، capital.com ستمنحك $50 كمكافأة ترحيبية لكل مستخدم جديد. يمكنك فتح حساب وبدء التداول من خلال الرابط الموجود في الوصف. نعود لموضوعنا. أنت قلت اقتل الغدة الدهنية، وأعتقد أنك بنيت هذا الاعتقاد بناء على أن أصحاب البشرة الجافة، يعني من لديهم غدد دهنية أقل، بشرتهم أنقى. ولكن يا صديقي، ما بدنا نعالج شيء ونسبب أضرار أخرى، فبدل أن تقلل من الغدة الدهنية، أعتقد الأفضل يجب أن تقلل من مادة الزهم التي تفرزها، وبالتالي يقل الحب. صحيح. فما هي الأسباب التي تزيد إفراز الزهم حتى نتجنبها؟ الهرمونات. أحسنت. وأهم تلك الهرمونات التستوستيرون والإستروجين، إذا زادوا يزيد الزهم وبالتالي الحب، حتى لو تلاحظ هذه الهرمونات ترتفع بشكل كبير عند المراهقة، لذلك تجد المراهقين أكثر من يعانون من عدم نقاء البشرة. ولكن يمكن أن يرتفع هذا الهرمون في أي عمر أيضا، مثلا عند استخدام بعض الأدوية مثل أدوية المعدة وأدوية مضادات الاكتئاب، أو قد يكون بسبب جينات وراثية إلى آخره، وكذلك مع الحمل والولادة والدورة الشهرية بسبب زيادة هرمون الاستروجين. يعني باختصار، كلما زادت هذه الهرمونات زاد إفراز الزهم وبالتالي ظهور الحبوب. يعني مثلا عندما تزيد الحبوب لدى الإناث على الجانب الأيمن من الوجه، يعني ذلك زيادة الاستروجين من المبيض الأيمن. أو مثلا الرجال الذين يتعاطون الهرمونات بسبب رياضة كمال الأجسام، وبزيادة وجوده يسبب لهم مشاكل في بشرتهم. أيضا مثلا عندما ينقص فيتامين A، طبعا إياك أن تأخذ فيتامين A بدون وصفة طبية، لأن تأثيراته الجانبية خطيرة جدا مثل العقم والعمى. دير بالك. يعني الآن عرفنا الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الحبوب على البشرة، وعرفنا كيف تتكون الحبوب، وعلمنا بعض الحلول مثل استخدام المضادات الحيوية وكيفية التجنب أو تقليل الهرمونات. أضف لديك الحل الأمثل حسب دراسة حديثة طلعت عليها، فيتامين B3.
هذا الفيتامين من أكثر الفيتامينات فعالية في صحة الجلد، ويمكن أن تأخذه بدون وصفة طبية بالتركيز على الأطعمة التي تحتويه. هذا الفيتامين يساعد في حماية البشرة عند التعرض لأشعة الشمس، كما له دور في خفض الإصابة بسرطان الجلد. له فوائد كثيرة يمكن الحصول عليه من الأفوكادو، العدس، التونة، الكبد، الدجاج، مأكولات كثيرة. إذا أردت ابحث عنها تعرف الوجبات التي تحتويه. فحسب الدراسة، نقص هذا الفيتامين في جسدك هو سبب مرض البلاكرة، فحاول الحصول على هذا الفيتامين في وجبتك القادمة. عند الحديث عن البشرة أيها الأحبة يطول الكلام، يعني تخيل أن معجون الأسنان الذي تستخدمه الآن ربما يكون سببا في الحبوب التي على وجهك. نعم، لأن بعض المعاجين، معجونات أعتقد أصلها صحيح، تحتوي على عنصر الفلورايد الذي يسبب حب الشباب الهالوجين. لذلك استخدم معجون أسنان خالي من الفلورايد، وذلك بالنظر على مكونات المعجون نفسه المكتوبة خلفه. ولكن إذا أردت علاج الحبة، الحبوب التي على وجهك، بشكل موضعي دون أن تعالج سببها كما قلنا في البداية، يمكنك استخدام كريمات مثل بنزويل بروكسيد. هذا الكريم يقتل البكتيريا الموجودة على الوجه ويجفف الزيوت ويقلل من الخلايا الميتة، وبالتالي لا تتكون البثور. ولكنه موضعي، يعني تضعه على الحبة تختفي، ولكن قد يظهر غيرها لأنك لم تعالج السبب. نحن قلنا معالجة السبب هي الأفضل. هكذا أنت إلى الآن فهمت الموضوع كاملا كطبيب، ولكنني أريد منك الآن أن تصحح لأصدقائك بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الموضوع. الشوكولاتة مثلا ليس لها دخل بحب الشباب. أنا حديثا علمت عن هذا الأمر، كنت سابقا أعتقد مثله، ولكن العلم كل يوم يتجدد، يعني هكذا الطب. ولكن مما لا شك به أن النظام الغذائي يؤثر. مثلا عند كثرة تناول الكربوهيدرات، الكبد لديك لا يعالج تلك السكريات بشكل كامل، وبالتالي كعلامة على عجز الكبد في معالجة كل تلك السكريات تظهر الحبوب على الوجه. ففي هذا النوع الأولى ألا تقتل البكتيريا أو تستخدم العلاجات التي قلناها في البداية. الأولى أن تقلل من الكربوهيدرات التي تتناولها في غذائك، يعني عالج السبب وليس العرض. قلت لك معالجة السبب هي الأفضل. المكياج لا يزيد حب الشباب، يعني حسب الدراسة إذا كنت تستعملين مستحضرات تجميلية ذات نوعية جيدة وخالية من الزيوت لن يسبب لك ذلك الحبوب على الوجه. ولكن تكمل الدراسة، تجنب استخدام المكياج بكثرة ولا تنامي به، خليك أوريجينال أفضل. اتساخ البشرة لا يسبب حب الشباب، بل بالعكس، زيادة تنظيفها بالغسول والمنظفات يزيد من تهيجها وبالتالي يسبب حب الشباب. غسل الوجه مع فركه بقوة بالمنظفات يقتل البكتيريا الجيدة على الوجه. لذلك أعتقد هذا سبب أن بشرة الشاب أنقى من بشرة الإناث، ربما لأنهم لا يغسلون وجوههم كثيرا. أيضا هناك اعتقاد خاطئ أن البثور إذا ظهرت تحت العينين فأنت تعاني من مشاكل في الكلية، أما إذا كانت الحبوب مثلا بين الحاجبين فأنت تعاني من مشاكل في الكبد، وهذا كله كلام خاطئ. ولكن المتفقين عليه جميعا لبشرة نقية هو النوم هو مفتاح جمال البشرة، لأن الجسم أثناء النوم يفرز الجروث هرمون الذي يجدد خلايا البشرة. وحسب الدراسة يكفي أن تنام 8 ساعات ليلية، ركز، ليلية. في النهاية أيها الأحبة، الاعتناء بالبشرة أمر جيد لكل شاب وشابة، ولكن تأكد وتأكدي أنكم جميلون بكل حالاتكم، فنحن خلقنا مختلفين في كل شيء حتى في جيناتنا، وهذا من جمالنا. فلا تجعل المكياج على طاولتك والبلاتر في هاتفك مكان في نظرتك لنفسك. في النهاية أتمنى لكم حياة جميلة كجمال قلوبكم، ودمتم في أمان الله.